نتكلم مع حضراتكم أكتر بشيء من التفصيل عن حصاد هذه الزيارة الأفريقية والجولة الخارجية الأفريقية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا دلوقتي على التليفون السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير على حضرتك سعادة السفير. ويمكن تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسألة التكامل الاقتصادي وأهمية هذا التكامل الاقتصادي بالنسبة لقارة زي أفريقيا وتعزيز التبادل التجاري، ويمكن دي من أهم الملفات اللي تم طرحها خلال هذه الزيارة، بخلاف طبعا يعني الأزمة في السودان والوضع في السودان، إنما مسألة التكامل الاقتصادي اللي ممكن أن يحقق الرفاهية لشعوب هذه القارة. لا شك أن هذه الجولة وهي تشمل ثلاث دول في الجنوب الأفريقي، زامبيا وأنغولا وموزمبيق، هي لها محورين رئيسيين. المحور الأول هو العلاقات الثنائية ما بين الدول الثلاث من جانب، والمحور الثاني يتعلق بقمة دول الكوميسا، وهو تجمع اقتصادي تشترك فيه مصر مع 21 دولة وعددهم بالإجمالي 21 دولة. لا شك فيما يتعلق بالكوميسا وهو الموضوع الخاص بالتكامل الاقتصادي بناحية أساسية، من المعروف أن الكوميسا بدأت كتجمع تفاضلي ثم أصبح تجمع جمركي، ثم أصبح الآن في فترة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي بصفة خاصة يتجه نحو إقامة سوق أفريقية مشتركة لدول الكوميسا، وهذا أمر بيتطلب قدر كبير من التكامل الاقتصادي ما بين الجانبين. ومصر في هذا الصدد طرحت عديد من المبادرات أثناء تواليها لفترة هذه الفترة الرئاسية، سواء ما يتعلق بنا في البنية التحتية أو سواء ما يتعلق في التكامل الصناعي بين دول الكوميسا، وهذا الأمر بالطبع تطلب ضخ استثمارات عديدة في البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا فيما يتعلق بالتكامل الصناعي تم ضخ استثمارات أيضا حتى يتحقق هذا التكامل في القطاع الصناعي، وبالتالي يمتد أيضا ليشمل التكامل في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى. لا شك أن هذا الأمر وهو المحور الاقتصادي يعتبر هو الأساس لهذه القمة، لكن في نفس الوقت تطرقت إلى موضوعات سياسية أخرى بحكم أن هذه القمة وهذا التجمع وإن كان له يعني يقوم أساسا على الجانب الاقتصادي إلا أن له أيضا مردود سياسي. صحيح. وبالتالي كان هناك اهتمام أولا بمكافحة الإرهاب، وأيضا اهتمام بالقضايا السياسية الساخنة سواء أزمة السودان أو بعض القضايا الأخرى، القضية الليبية، قضية الصومال، قضية الكونغو، الوضع في القرن الأفريقي وفي منطقة الساحل، ثم الجانب الاقتصادي والذي تحدثت عنه ويزور أساسا حول التكامل الاقتصادي والتكامل الصناعي كمحور رئيسي لتحقيق هذا الهدف، ثم أيضا الحديث عن الجانب الاجتماعي وخاصة قطاع الصحة وقطاع السياحة. صحيح. وهو أمر وهما قطاعين اهتمت بهما القمة، وكان لمصر فرص واعدة لطرح رؤى جديدة فيما يتعلق بتشجيع التعاون في القطاع الصحي بصفة خاصة، سواء فيما يتعلق بتحديث النظم الصحية أو البنية التحتية أو توفير اللقاحات أو فيما يتعلق بالأدوية وتصنيع الأدوية، فضلا عن موضوع السياحة. وطبعا وهذا لقي ترحيبا كبيرا، وساهم في هذا الأمر العديد من رؤساء الدول الذين مشاركين في هذه القمة. صحيح. أما فيما يتعلق بالجانب الثنائي في العلاقات ما بين مصر وكل من زامبيا وموزمبيق وأنغولا، فطبعا يعني لابد أن نقول أن يمكن العلاقات بين مصر والثلاث دول لم تحظى بالاهتمام الكبير مقارنة بعلاقتها مع الدول الأفريقية الأخرى. صحيح. في الفترة الماضية، وبالتالي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الثلاث في هذه الفترة وفي هذا التوقيت هو لفتح آفاق وتدشين العلاقات ما بين مصر وكل منهما في كافة المجالات التي تحدثت عنها، سواء كان المجال الخاص بالأمن والتعاون العسكري وبناء القدرات في هذا المجال، أو مكافحة الإرهاب، أو فيما يتعلق بالعلاقات السياسية في إطار من التشاور والتنسيق بصدد التوصل إلى حلول للأزمات السياسية وخاصة أزمة السودان. أما في الجانب الاقتصادي فطبعا كان هناك اتفاق على ضرورة أن يشمل هذا الجانب تنشيط وتوسيع آفاق التعاون من خلال مشروعات استثمارية وتنشيط العلاقات التجارية،
فضلا عن الحديث ايضا عن ما يتعلق بالامن الغذائي وامن الطاقه وامن المياه. واعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح نموذج التعاون ما بين مصر وتنزانيا في اقامه سد جوريس نوريري ليجسد اهميه التعاون بين الدول الافريقيه، وليس الصراع والتنافس على مصدر مياه يتعلق بالامن والغذاء ويتعلق بالوجود والحياه كنموذج يجب ان يحتذى به. وايضا الرئيس السيسي في هذا الاطار تحدث ايضا على العلاقات في المجال الصحي ومجال السياحه ومجال ايضا الخاص بتمكين المراه والشباب. يمكن سعاده السفير الملاحظ كمان من خلال هذه الزياره ومن خلال كل من تواجد يعني في هذه الزياره، مساله الوعي ب وقت التغيير داخل القارة الأفريقية وحتمية وضرورة الاستفادة من كل ثروات القارة الأفريقية لأبنائها ولصالح تحقيق رفاهية يعني شعوب هذه القارة اللي يمكن أكثر من 40% منها بيعانوا من الفقر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير صلاح حليم نائب رئيس مجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعة.